هل بإمكانك صنع التطبيقات بدون كود؟ عرفتنا مايكروسوفت في عام 2017 إلى عالم التطبيقات الجديد مع Power Apps، وروجت لفكرة الزيرو كود مع هذه التطبيقات، حيث كان الهدف السماح لأصحاب الأعمال والمدراء وغيرهم بإنشاء تطبيقات خاصة بهم. أتذكر صديقنا سالم؟ لقد قام بإنشاء تطبيق لمساعدة زملائه لتسهيل التعامل مع العملاء. هذه التطبيقات تخدم سير العمل دون الحاجة لخبرة برمجية، لكن هل هذا صحيح كلياً؟ تعتمد تطبيقات Power Apps على فكرة الزيرو كود، والتي تعني بالضبط الكود المخفض، كونها تتمتع بخاصية السحب والإفلات لإنشاء التطبيقات. وهذا ما قام به سالم تماماً، حيث قام بسحب العناصر التي يحتاجها وأضافها للتطبيق، أي أنك بالفعل لست بحاجة إلى خبرة برمجية حتى تتمكن من صنع تطبيق خاص بك. لكن لابد لك من التخطيط للتطبيق والتفكير كمبرمج نوعاً ما، حتى يكون سير العمليات داخل التطبيقات منطقياً. إذن للإجابة عن سؤالكم وبالاعتماد على تجربة سالم، هل Power Apps لا تحتاج أي سطر كود؟ الإجابة هي نعم. الحق موجة الأتمتة وصمم التطبيقات التي تخدمك وفريقك بسهولة وبساطة.